أهلا بكم مشاهدينا. شهدت تونس مزيدا من الاحتجاجات في عدد من المحافظات طالب فيها المحتجون بتنفيذ طلب الحكومة بتنفيذ وعودها في مشاريع التنمية والتشغيل وغيرها من المطالب. وتسعى حكومة هشام المشيشي لاحتواء تلك الاحتجاجات عبر إطلاق حوار وطني حول خطط التنمية. شتاء تونس يبدو ساخنا مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات واتساعها في أكثر من مكان. عنوان الاحتجاجات يتمحور في مطالب تنموية وأخرى تخص تحسين الأوضاع المعيشية، مطالب يراها السياسيون مشروعة، ومن حقها أيضا المطالبة بنصيبها من ثروات البلاد. احنا نساند كل المطالب اللي هي مطالب شرعية واللي هي بدأت بعد الثورة وإلى الآن لن تتحقق، فهذه المطالب احنا نساندها في إطار المحافظة على مؤسسات الدولة وعدم الميول إلى العنف. وفي الوقت الذي تجاهر فيه السلطات بحقوق المحتجين لكنها تطلب منهم الصبر حتى تحقيقها، وتزعم أن ذلك يجب أن لا يكون على حساب الصالح العام وتعطيل مصالح الناس. يتزامن ذلك مع نداءات للحكومة بالتوجه إلى هذه المناطق والجلوس مع المحتجين، خاصة أن مطالبهم مشروعة. التحركات الاحتجاجية معناها فما أوضاع، معناها فما بيئة مهيئة لها، اللي هي معناها البطالة وأن قطار التنمية متعطل في تونس للأسف، معناها حتى بعد 10 سنوات من الثورة، وبالتالي معناها خاصة في الفترة هذه في تونس في العادة دائما الفترة متاع هذه بعد انطلاق الموسم السياسي والفترة متاع الخريف والشتاء، معناها فترة متاع مطلبية في العادة في تونس في الفترة هذه معناها. وتزامنا مع احتجاجات المدن الداخلية تشهد البلاد تحركات في العاصمة والمدن الكبرى. المحامون والقضاة وحتى الصحفيون يطالبون حكومة هشام المشيشي بالالتزام بوعودها واتفاقاتها. التحركات الأخيرة غابت عن الشوارع منذ أشهر وتمثل أول تحد حقيقي للحكومة منذ تشكيلها واختبار مرونتها في التعامل مع غضب الجماهير. موجة من الاحتجاجات الشعبية في عدد من المدن التونسية على خلفية مشاريع التنمية وخلافات حول مشروع ميزانية العام المقبل، وضع قد يتغير معه مشهد التحالفات السياسية في حال عجزت الحكومة عن احتوائها. علي القاسمي، العربي، تونس. معنا من تونس حبيب بوعجيلة الكاتب السياسي. سيد بوعجيلة، ما أسباب اتساع وزيادة هذه النقمة الشعبية عموما في كل القطاعات تقريبا في تونس، وهل هناك خيط يجمع بينها كلها؟ الحقيقة الخيط الوحيد إذا كان يجب أن نبحث عن خيط جامع هو أن التونسيين الآن وبعد سنوات من الانتقال السياسي على قاعدة الثورة وعلى قاعدة دستور 2014 أصبحوا ينتظرون ما يمكن أن نسميه بالانتقال الاقتصادي والاجتماعي الذي كان هو الأساس الحقيقة اللي قامت عليه الثورة، ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي 2011. وبطبيعة الحال بعد تقريبا سنوات قليلة من اندلاع الثورة أصبح العديد من المواطنون وأساسا من الجهات يعني يطالبون بحقهم في توزيع الثروة إن صح التعبير، بعد أن تم توزيع السلطة إن شئنا ودخول البلاد مرحلة انتقالها الديمقراطي. إذن هذا أمر طبيعي، ولكن بطبيعة الحال دائما في مثل هذه المواسم يعني تسخن ربما الاحتجاجات الاجتماعية، وفي أحيان كثيرة علينا أن نميز وعلينا أن ندقق ونتابع وضعية الاحتجاجات حالة بحالة، لأنه في أحيان كثيرة هناك احتجاجات مشروعة هذا لا نقاش فيه، ولكن هناك أيضا بعض المبالغة التي ربما ترتبط ببعض الأحداث يعني التي تكون شكل من أشكال الركوب على هذه الاحتجاجات وهذه الاستحقاقات الحقيقية، وربما تكون يعني مرتبطة بأجندات سياسية. ولهذا السبب دائما نحاول أن نميز في الاحتجاجات الاجتماعية بين المشروعة منها واللي هي فعلا معناها مشروعة بعد سنوات طويلة من الثورة، وأحيانا أقول هناك مجموعة من الأحداث المعزولة التي يجب أن نحذر ونحللها على قاعدة ارتباطها. نعم. هل يمكن أن تكون دعوة حكومة هشام المشيشي إلى ما سمته حوار وطني بشأن خطط التنمية الرد الصحيح والناجع على هذه الاحتجاجات الشعبية؟ ألا يجب أن تسعى الحكومة لإجراءات أكثر نجاعة؟
لا يكفي الحديث عن الحوار الوطني، الحوار الوطني أصبح مطلوب الآن فعلا لكي يجلس كل الفرقاء السياسيين والاجتماعيين لصياغة مفردات دعنا نقول المشروع الوطني الاقتصادي والاجتماعي القادم، لأنه يجب على التونسيين الآن أن يتفقوا على عقد اجتماعي واقتصادي جديد، مراجعة جذرية لمنوال التنمية، إصلاحات هيكلية تتعلق بالقطاع العمومي. سيد بورجيلا، ربما لن تشعر بالمفاجأة لو قلت لك إن التونسيين يسمعون هذا الكلام على مدى 10 سنوات ولا يجدون من الحكومات المتعاقبة حكومة تلو أخرى إلا الفشل والعجز. ما التونسيون من هذا الكلام بصراحة؟ أي كلام؟ كلامي أنا لا يسمعونه بهذا. لا، ليس كلامك، المنطق الذي تتحدث به الحوار الاجتماعي. نعم، المنطق الذي تتحدث به الحكومات المتعاقبة، أنظرونا، أمهلونا، سنقوم بعمليات إصلاح والنتيجة صفر كما يقول تونسيون كثيرون، لذلك يلجؤون إلى الاحتجاجات. لا، أمهلني أنت أمهلني أنت حتى أتم الجزء الثاني من جوابي. يعني الحوار الاقتصادي والاجتماعي الذي تتحدث عنه الحكومة وحكومة المشيشي بالذات، هذا يتعلق بالصياغات الاستراتيجية للمشروع القادم، ولكن كما قلت أنت وكما كنت سأقول أنا، الناس لا ينتظرون أن تفرغ الأطراف السياسية والأطراف الاجتماعية من حواراتها الكبرى حول الاستراتيجيات الكبرى، ولابد من حلول حقيقية ومستعجلة. في هذا الإطار بدأت ما يسمى بعقد المجالس الوزارية في الجهات، يعني خطوة مهمة، هي في الحقيقة تكرار لخطوة بدأت منذ 2011 و2012 مع حكومة الترويكا، ولكنها على كل حال هي طريقة مهمة جدا للاقتراب من الناس ومن مشاغلهم ولتقديم حلول آنية وعاجلة. طبعا هناك انتظارات حقيقية لم تعد قادرة الجهات على أن تنتظر حتى تفرغ القوى السياسية والاجتماعية من صياغة مشروعها الكبير، ولكن صياغة المشروع الوطني الكبير على قاعدة انتقال اقتصادي واجتماعي وعلى قاعدة كما قلت صياغة إصلاحات كبرى وعلى قاعدة برنامج كبير، هذا أمر لا مناص منه ويجب أن يقع، ولكن أيضا الحلول العاجلة والآنية أيضا مطلوبة. وأتصور أن الاتصال المباشر والحوار مع المحتجين والبحث على حلول سريعة، هذا أمر بطبيعة الحال مطلوب. شكرا جزيلا حبيب عجيلة الكاتب السياسي.